السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من استاد المحور على قناة المحور، معاكم خالد الغندور وسعيد جدا بوجودي معاكم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 بإذن واحد أحد. ضيفي النهاردة واحد من لاعبي منتخب مصر واللي بيستعدوا لمباراتي موريتانيا ذهاب وعودة إن شاء الله في مصر وفي موريتانيا، الكابتن محمد الشامي. من وجهة نظري رغم يعني تصويت الجماهير على أحلى هدف، لكن أنا أرى أن أحلى هدف في الموسم الماضي هو هدف محمد الشامي في مرمى نادي الزمالك. محمد الشامي اللي بيحظى بثقة كبيرة جدا من قبل الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن، اللي متواجد في آخر معسكرين أو ثلاث معسكرات مع الكابتن حسام حسن، هيكون ضيفي النهاردة لاعب الزمالك السابق ولاعب إمبي ولاعب المصري البورسعيدي وطبعا ولاعب الإسماعيلي، لعيب مهم جدا، لعب في أندية كتيرة وأندية شعبية، هنتكلم معاه في كل حاجة النهاردة في استاد المحور. تعال نبتدي حلقتنا كده سريعا. امبارح كنا انفردنا بخبر إن في أربع مرشحين عشان يكونوا مدير كورة رغم رفض كولر يعني هذا المنصب، وقلنا ان الكابتن محمد رمضان اللي موجود في لجنه التخطيط احد المرشحين مع الكابتن عماد متعب والكابتن علاء ميهوب، وذكرنا ايضا مدير الكره في نادي زد المحترم الكابتن وليد صلاح الدين. المؤكد النهارده ان بعد اجتماع لجنه التخطيط في وجود كابتن محمود الخطيب وفي وجود رئيس اللجنه كابتن مختار مختار واعضاء اللجنه كابتن زكريا ناصف وكابتن محمد رمضان، في وجود كابتن سامي انصان اللي كان قائم باعمال مدير الكره والمدرب الفريق، النهارده توصل لاتفاق ان يكون الكابتن محمد رمضان هو المدير الرياضي للنادي الاهلي وباختصاصات مدير الكرة، وكمان هيكون متواجد في يعني لجنة التسويق. وعلى فكرة النهاردة كمان كان عضو مجلس إدارة النادي كابتن حسام غالي كان موجود في الاجتماع، وده طبعا يعني قرار أو مجلس إدارة النادي الأهلي بتواجد كابتن محمد رمضان كمدير رياضي، وده عشان ولا يزعلوا كولر اللي رافض المنصب ولا كمان يخلوا فكرة المنصب شاغر ومفيش واحد ولا ضابط ولا رابط، خصوصا ان في النادي الاهلي زعلانين من كابتن سامي قمصان اللي كان متواجد ايضا في احدى افتتاح المولات البدل، يعني كان موجود مع اللعيبة، فده اثار استياء مجلس الادارة. طيب محمد رمضان كفء ولا مش كفء؟ محمد رمضان من وجهة نظري انا الشخصية، كان محمد رمضان شخصية قوية جدا وكان بيحظى بيعني ثقة كبيرة جدا لمجالس الإدارات السابقة كابتن حسن حمدي كابتن صالح سليم، وتم تعيينه من قبل مديرا للكرة في النادي الأهلي. كابتن محمد رمضان من الشخصيات اللي العاطفة عنده غايبة شوية، يعني بمعنى ان هو بيحط يعني لوائح بتطبق على الجميع، ما عنده فكرة الثواب والعقاب موجودة، ما فيش واحد يتحايل عليه وعشان خاطري وبتاع، هو رجل يعني إداري قوي جدا جدا جدا. كابتن محمد رمضان هو اللي هيكون متواجد الفترة اللي جاية، وقرر طبعا بعد تعيينه مدير رياضي تم استقالته من قبل لجنة التخطيط. مبروك للكابتن محمد رمضان، وأعتقد إن هو مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. كابتن محمد رمضان اللي هو نجم من نجوم الترسانه وانتقل، خد خمس بطولات مع النادي الاهلي، الدوري المصري موسم 1994 وكاس مصر ثلاث مرات. كابتن محمد رمضان كان من رؤوس الحربة المميزين جدا في الكره المصريه، كاس افريقيا لابطال الكؤوس مره، لعب مع الاهلي 127 مباراه، سجل 67 هدف، يعني رقم كبير مش رقم قليل. يعني حقق محمد رمضان الميداليه الذهبيه مع منتخب مصر في دوري الالعاب الافريقيه 1987، اعتزل اللعب عام 1994 بعدما عمل مديرا للكره بالنادي الاهلي موسم 1995. وعلى فكره كنا زملاء ملعب، لعبنا ضد بعض وايضا تزامنا في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه التي اقيمت في تونس سنه 1994. كابتن محمد رمضان عمل في اداره الكره بالاهلي تحت رئاسه الراحل طارق سليم، عمل مديرا للاكاديميه الاهلي ثم رحل للاشراف على الكره بالمقاولين العرب. مبروك للكابتن محمد رمضان. نروح لخبر اخر،
وهو طبعا لجنة التخطيط متضايقة جدا من كولر. بصوا بعد الهزيمة هتلاقي الناس متضايقة من سامي قنصان، هتلاقي منصب مدير كورة أو مدير رياضي، هتلاقي الناس متضايقة من كولر. بس كولر بصراحة الناس متضايقة منه جدا في لجنة التخطيط. يعني إيه تكون مدي راحة كبيرة لعيبة الأهلي وبعد كده يجي ماتش وتروح مدي راحة كبيرة تاني لمدة 8 أيام للعيبة الأهلي وهو يسافر من غير ما يبلغ النادي؟ يعني هو بياخد قرار إن اللعيبة تاخد أجازة وبيروح مسافر دايركت كده على سويسرا من غير ما يبلغ مجلس الإدارة. وعشان كده لجنة التخطيط بتفكر إن بعد كده ما ينفعش المدير الفني يسافر كده، لازم يكون في تذاكر معينة ولازم يكون في توقيتات معينة للسفر. وهو النادي الأهلي كان شايف إن بعد الهزيمة كان لابد من تواجد لعيبة الأهلي في تدريبات ويشتغلوا على نفسهم ويشتغلوا على رفع المستوى اللياقة البدنية، مش ياخدوا أجازة لمدة أسبوع وبعد كده يروحوا المنتخب وبعد كده يقعدوا معظم لعيبة الأهلي في المنتخب وبعد كده يرجعوا قبل مباراة كأس النخبة بأربع خمس أيام. ده ما ينفعش، ودي وجهة نظر لجنة التخطيط في النادي الأهلي. طيب ده بالنسبة ل طيب كابتن محمد هاني للأسف جاله جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وده هيؤدي إلى غيابه تقريبا 3 شهور كده. كابتن محمد هاني مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في كأس النخبة، مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في مباراة العين في الانتر كونتيننتال، مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في بداية ماتشات الدوري العام، وقد يغيب أيضا عن أولى مباريات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. ألف سلامة للكابتن محمد هاني، طبعا باك رايت النادي الأهلي وباك رايت منتخب مصر الأساسي. طيب يعني لو عايز اتكلم على القصه دي عايز اقول لكم طبعا ان بعد يعني عدم تواجد محمد هاني يا ترى مين هيكون اختيار حسام حسن؟ هل هيكون عمر جابر؟ ما عمر جابر هو اكتر واحد ممكن يكون بديل لغياب محمد هاني الباك رايت الاساسي، وخصوصا ان هو لعب ماتش السوبر وان الفرقه كلها ما بتلعبش كوره دلوقتي، فالطبيعي ان اللعيب الجاهز هو اللي يكون متواجد. لكن هل الكره والحب، هل مثلا ما يكتب على السوشيال ميديا بيأثر على علاقة حسام حسن باللعيبة؟ هل عمر جابر كتب قبل كده حاجة؟ هل عمر جابر علاقته بحسام حسن طيبة ولا غير طيبة؟ ده اللي هنشوفه، لأن بالمنطق والعقل كده محمد هاني اتعور يبقى عمر جابر اللي موجود. شفنا قبل كده عمر كمال علاقته مش جيدة مع كابتن حسام حسن، ما بيجيش، جه مرة وما جاش تاني. كمان الكلام القوي ان امام عاشور مش هيكون متواجد في المعسكر اللي جاي، لانه في المعسكر اللي فات مش عايز اقول ادعى الاصابه، يعني ما كملش. يعني قبليها برضو نفس القصه بالنسبه لحسين الشحات، بعد كده الكابتن حسام حسن ما جابوش. في كلام ان هو مش هيجي، احمد الحجازي مش هيجي، وفي كلام ان محمد النني قد لا يكون متواجد في المعسكر اللي جاي، وقد يكون سام مرسي اللي بيلعب في الدوري الانجليزي قد يكون متواجد، او لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي يعني في مستوى اعلى ليفل، يعني ما اعرفش ليه مش متواجد مع منتخب مصر. وايضا امام عاشور قد يكون متواجد، يعني حجازي وامام عاشور والنني. يعني محمد شحاته هو ممكن يكون بديل، احمد عيد ممكن يكون بديل، يعني دول اللي ممكن بدلاء. لكن صراحه عمر جابر هو اللي المفروض، يعني محمد شحاته يكون بديل في الباك رايت وهو احتياطي في الزمالك، وعمر جابر اللي هو اساسي في الزمالك ما يروحش باك رايت في المنتخب. ده حاجات ممكن نسمعها الفتره الاخيره. طيب خالد عبد الفتاح بيطالب بالرحيل من نادي الاهلي. خالد عبد الفتاح طبعا اتصدم، يعني شاف عامل ماتشات كويسه جدا في نهايه الدوري مع كولر، وبعد كده كريم فؤاد اتعور، فالمفروض ان هو موجود، يعني لقى نفسه بره خالص. قعد فترة كبيرة جدا يلعب، ثم بقى قعد فترة كبيرة جدا جدا ما بيلعبش، وقال لك هيمشي ومعرفش ايه، ثم رجع بقى يلعب ومكسر الدنيا مع كولر اخر ماتشات الدوري، ثم فجأة استبعده من 23 اسم، غير ان كريم فؤاد متعور، يعني 23 اسم واربعة بس اللي تم استبعادهم، منهم كريم ديبيس ومصطفى مخلوف وكريم نيدفيد وهو. فالراجل قال لك انا عايز العب بقى، ده الراجل ما بيلعبنيش يعني. وطلب الرحيل وبيفكروا
يعني مجلس إدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني بيفكر في ان هم يعني يتركوا خالد عبد الفتاح يرحل عن النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. طيب كمان رابيد بوخارست خلاص دخل مهدد بدفع 2.5 مليون يورو. النادي اللي عنده بوبينزا اللي كان جاي الزمالك وكلام من هذا القبيل، يعني بالعربي كده الدنيا رايحة لقضية كبيرة جدا ما بين هيخش فيها الاتحاد الامريكي لكرة القدم، هيخش فيها نادي الزمالك، هيخش فيها رابيد بوخارست، هيخش فيها بوبينزا، كل ده وفي النهاية هيكون في حكم نهائي في هذه القضية. ممكن بعد كده يعني كل بعد كده ده شغل وكلاء طبعا، وكل بعد كده هيكون في بطاقة مؤقتة ممكن يلعب بيها. تصريح العمل ما طلعش لغاية دلوقتي، الاتحاد المصري رفض ان هو يبعت البطاقة الدولية، هيطلع بطاقة مؤقتة لغاية الحكم النهائي في هذه القضية. نشوف بقى مين اللي صح ومين اللي غلط. طيب سامسون أكيونولا خلال أيام بيحصل اتفاق مع سامسون أكيونولا، خلال أيام قبل 25 أكتوبر قد يرحل سامسون أكيونولا بالتراضي. الناس بتقول إن هو يعني رافض تماما وكده، في النهاية يوصلوا الحل لأن اللعيب لعيب صغير السن وعايز في النهاية يلعب، يعني عايز في النهاية يلعب. هو ممكن يقعد في النادي وياخد فلوس وفي النهاية مش هيلعب لمدة سنة ولا أي حاجة، فبيحصل نوع من التراضي مع الوكيل بتاعه وهيوصلوا لاتفاق. وفي حالة رحيل سامسون أكينولا هيكون هناك بديل. هل الزمالك قفل باب المفاوضات مع اللاعبين؟ لا، يعني اللي أنا بأكد لكم إن واحد زي محمود جهاد الزمالك كان عايز يجيبه وفاركو وافق واللاعب وافق والنادي وافق وجوميز مش موافق، يعني لغاية دلوقتي مع إن محمود جهاد لعيب منتخب أولمبي ولعيب رقم 6 والزمالك محتاج المكان دوت، لكن جوميز هو اللي موقف الصفقة، يعني موقف صفقة انتقال محمود جهاد. نمرة 2 كان في لاعب جزائري ولعيب مهم جدا ومعروف جدا ومدافع قوي جدا كان من الممكن يكون متواجد الفترة اللي جاية وقد يأتي الفترة اللي جاية وقد يأتي في يناير على حساب سامسون أكينولا عندما يرحل. في كلام أيضا على صديق أجولا، الباب اتفتح والراجل مصمم عليه بطريقة غير طبيعية صديق أجولا، ويعني هناك بعد بقى الفلوس ما جت ومش شرط تركي للشيخ دفع 1,500,000 دولار، في كلام ان هو صديق أجولا ممكن يخلص لنادي الزمالك الفترة اللي جاية. النادي الزمالك مستاء من ثلاث أندية، أنا بقول لكم معلومات من جوه النادي، يعني ثلاث أندية مصرية أصحابها بيميلوا للنادي الأهلي وبيرفضوا تماما إن أي صفقة تيجي للزمالك وبيسهلوا كل حاجة للنادي الأهلي، ده كلام مجلس الإدارة، فعندهم استياء وعندهم عدم رغبة في التعامل معاهم خالص، لأن للأسف كل ما بيطلبوا لاعب بيصعبوا الموضوع، بيكبروا الفلوس بصورة كبيرة جدا، مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، أما اللعيبة ما بيطلبوا للنادي الأهلي بيسهلوا كل حاجة. كمان عايز اقول لكم ان يعني النادي كان مستاء من فكره برضو يعني احد الانديه بعد ما باع لاعب مهم للزمالك، يعني حس بلوم من النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي لامه ليه بعت اللاعب ده لنادي الزمالك ولعيب مهم وكده، لان علاقه النادي ده بالنادي الاهلي كانت علاقه قويه جدا. انا بقول لكم تفاصيل، عايز اقول لكم ان جنش كان هو اللي جاي الزمالك خلاص من فيوتشر وتم الاتفاق على كل حاجة، بس جنش مرضاش ينزل من عقده بياخد 12 مليون جنيه من فيوتشر، فالزمالك كان عارض على جنش نص هذا المبلغ. الغريبة بقى ان محمد عواد اللي كان بياخد حوالي 16 مليون وافق على اقل من نصف هذا المبلغ لتجديد التعاقد. سبحان الله، ربنا كرمه من وسع في المباراة اللي فاتت بعد ما مضى للزمالك بثواني وكان قاعد على دكة البدلاء ووافق ان تخفيض عقده للنص، يعني حافظ على يعني انتصارات جديدة وبطولات جديدة مع الزمالك وكان واحد من نجوم الفريق. نروح بقى للتحكيم سريعا، انا بجري معاكم. التحكيم يا جماعة امبارح قلت لكم ان في قائمة تم اخراجها ومضى عليها الكابتن محمد فاروق. القائمة دي فيها الكابتن محمد عادل والكابتن سامي هلهل والكابتن هاني عبد الفتاح. حصلت خناقة بين الحاج عامر حسين اللي متبني اي واحد من اسكندريه لازم احطه في القايمه، وبين الحاج محمد ابو الوفا اللي هو من الصعيد اللي عايز حماده القلاوي يكون موجود في القايمه. فبعد كده حصلت خناقه وجم قعدوا
دخل إبراهيم نور الدين اللي متواجد في اللجنة وبيعمل محاضرات بعد ما اعتزل التحكيم، كابتن إبراهيم نور دخل وقال لهم أنا حل لكم الموضوع، تعالوا نشيل الحكام اللي هم فوق 45 سنة أو وصلوا ل 45 سنة، تعالوا نشيل محمد عادل. ومحمد عادل ده من أحسن حكام أفريقيا، وانتوا شايفين بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة عمل إيه. نشيل محمد عادل ونشيل سامي هلهل وهاني عفتاح على أساس إن هم فوق ال 45 أو وصلوا لل 45، وندخل مكانهم عمر فتحي ده من اسكندرية تبع مين؟ الحاج عامر، وشريف عبد الله من القاهرة، بل كمان دخلوا ثلاث حكام بنات من اسكندرية عشان الحاج عامر حسين، ومحمود بسيوني هيخش مكان إبراهيم من نور الدين من اسكندرية، بس محمود بسيوني يستحق، يعني في ناس تستحق التواجد. حمادة القلاوي لم يقدم مستوى جيد صراحة، يعني في الموسم الماضي كان له أخطاء وأخطاء مؤثرة جدا، فاكرين كرة حسين السيد ما زق لاعب والناس كلها قالت دي ضربة جزاء مليون في المية، هو راح شاف الفار وبرضاش يحسبها، لكن محمد أبو عفا قال لهم لا أنا ما عنديش حكم من الصعيد، لازم يكون في حكم من الصعيد. إما كابتن محمد فاروق بعد ما مضى وهتتبعت للاتحاد الدولي عشان يتم اعتمادها، عرف اللي حصل من إبراهيم نور الدين وعرف اللي حصل من التظبيطات والتوافق ما بين عامر حسين ومحمد ابو الوفا مع حفظ الالقاب للجميع، راح كابتن محمد فاروق قال لك انا هستقيل من لجنه الحكام لو ده حصل، راح قعد مع الاستاذ جمال علام، والاستاذ جمال علام قال له ما تقلقش هنحط القايمه اللي انت مضيت عليها. هكذا تدار كره القدم في مصر يا جماعه، هكذا. الحاج عامر حسين لا يموت بسبعة ارواح، لا يموت حاجه، كلنا عامر حسين، حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، حاج عامر حسين رئيس منطقه اسكندريه، الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره، الحاج عامر حسين المشرف على فريق سبورتنج وصانع كره القدم في سبورتنج، الحاج عامر حسين هو اللي بيحط الحكام بتوع اسكندريه. يا جماعه في ايه؟ معايا الكابتن والحكم الدولي السابق كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد مساء الخير عليك. كابتن خالد مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. كابتن جهاد، اكيد انت على علم بما يحدث للحكام وللكابتن محمد عادل اللي واحد من احسن الحكام في افريقيا الفتره الاخيره، ويمكن حكم ماتشات كتيره جدا وكان من نجوم التحكيم في كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في ساحل العاج، وصل ل 45، سامي هلهل وصل ل 45، هاني عفتاح وصل ل 45، وجد اقتراح من الكابتن ابراهيم نور الدين ان احنا نحل هذا الموضوع برحيل الحكام اللي وصلوا ل 45 وندخل منهم حكام اقل سنا عشان يحلوا المشكله اللي موجوده ما بين الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس الاداره والحاج عامر حسين رئيس منطقه الاسكندريه ورئيس لجنه المسابقات. ايه رايك؟ كابتن خالد، اللي حصل النهارده هو عبث بالتحكيم المصري بمنتهى الامانه، خلينا نتكلم بوضوح ومنتهى الامانه، هو عبث بمستقبل اسم مصر واسم التحكيم المصري. محمد عادل من افضل الحكام الموجودين في القاره الافريقيه دلوقتي، وكان خروجه النهارده او اصرار على خروجه النهارده ده انت بتضرب التحكيم المصري في مقتل. راجل شغال في امم افريقيا اللي فاتت وشغال في بطولات واسمه موجود لسه في ماتشات في تصفيات امم افريقيا وتصفيات كاس عالم، وتقول له يخرج ليه؟ الراجل اجتاز اختبار البدني، اجتاز اختبار الطبي، وجاهز انه يكمل تمثيل مصر بصوره مشرفه. اللي حصل التدخل اللي حصل من اعضاء مجلس اداره الاتحاد لهم كل تقدير وكل احترام، لكن ده شغل فني، شغل تقارير فنيه لجنه الحكام. انا بشكر محمد فاروق لوقوفه النهارده للحق. محمد فاروق النهارده مروح لاتحاد الكوره وان هو يغير القايمه ويغير اللي حصل على سيستم الاتحاد، ينقذ ما يمكن انقاذه على سيستم الاتحاد الدولي، وان هو كانوا خلاص حطوا على السيستم، حط امبارح على السيستم. طب لحق يشيلهم النهارده؟ سيستم النهارده اخر يوم بتقفل 12 بالليل. فان السيستم يكون مفتوح ممكن تغير فيه وتعدل فيه لغايه 12 مساء، السيستم بيقفل مفيش فيه تغيير بعد كده. تمام. فان محمد فاروق النهارده اللي عمله النهارده، انا كلمت محمد فاروق وشكرته على انه راعى ربنا في شغله. طب الحاج محمد ابو الوفا ما اتضايقش من اللي حصل او حاج عامر حسين؟ ما هو كانوا خلاص، والكابتن ابراهيم نور الدين كان مضى على القصه الجديده. يعني بص يا كابتن خالد، الاحق هو محمود بسيوني للدخول مكان ابراهيم نور الدين. صحيح، ما يستحق بالموسم الماضي اللي عمله محمود بسيوني بكل اداه، واحنا متابعين، انا متابع شخصيا وتحليل الموسم بالكامل، محمود بسيوني يستحق الدخول القائمه الدوليه بدون مجامله من احد. فيستحق مكان ابراهيم نور الدين بكل معنى الكلمه يعني. فده حق شغل وتقارير واداء فني السنه اللي فاتت، بسيوني يستحق. لكن محمد عادل ما يستحقش يخرج.
المجاملات في مجلس. طب معلش انا 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 مع كل احترام وتقدير انا الناس انا ما تاخدهاش شخصيه يعني، كابتن حماده القلاوي جسمانيا انا فاكر بعضل كده وبتاع جسمه حلو كده، بس تحليله الفني في الموسم الماضي اعتقد لم يكن جيدا. بص يا كابتن فاروق، حماده القلاوي حكم صاعد واعد ولو كل تقدير واحترام يا كابتن خالد. انا بتكلم على المستوى الفني في الموسم الماضي. لا احنا مش على مستوى، احنا بنتكلم انت بتقارن حكم صغير صاعد واعد بحكم كبير موجود في النخبه الافريقيه وراجل شغال. فانت مفيش وجه للمقارنه. الراجل الراجل ده له مستقبل وربنا يكرمه وله وضع. يعني احنا مش بنتكلم اسماء، احنا يا كابتن خالد اتفقنا كلنا كناس بتتكلم في التحكيم، حط اسم مصر فوق اي اسم عشان في الاخر احنا بنجري على اسم مصر. مين اللي يمثل مصر بصوره محترمه؟ خلاص مين يعني اللي يمثل؟ طيب يا كابتن جهاد اخيرا كده، القايمه اللي مضى عليها محمد فاروق هي خلاص اللي موجوده؟ اتعملت النهارده قايمه محمد فاروق اللي مضى عليها واللي عملها اسيست النهارده بايده، وانا بشكره لان يعني نصر الحق وادى كل واحد حقه النهارده. اتمنى ان شاء الله يعني من ساعه محمد فاروق ما خلصها لغايه ما السيستم اتقفل، اتمنى ما يكونش في حاجه حصلت. بالظبط. هو والكابتن سامي هل هيكون موجود برضه في القايمه؟ برضه حكم مميز جدا يعني، من حكام المساعدين المميزين. انا قايمه محمد فاروق طبعا سامي من الناس الحكام المساعدين الكبار، لما تشيله يعني اديني سبب يعني، هتدخل حكم صغير مكانه. سامي ماشي بصوره مش كويسه، هنا فتح ماشي بصوره مش كويسه، الناس ماشيه بصوره كويسه. فكان الاتفاق صحيح ان القايمه مش هتتغير تماما، وهيتحط محمود بسيوني مكان ده كلام محمد فاروق، او القايمه اللي حطها محمد فاروق يعتبر الراجل اللي قايم باعمال رئيس اللجنه. تمام. ففي الاخر النهارده محمد فاروق على السيستم عمل ده، اتمنى ان ده اللي في الاخر يطلع في الاخر. تمام. النتيجه النهائيه هو ده الحق. تمام. اللي لازم يبقى موجود على الواقع يعني. طيب شكرا كابتن جهاد جريشه. مع التليفون السوبر نجم الشباك سوبر المنسي، ولا اللي كان منسي ما بقاش منسي، كابتن ناصر منسي. كابتن ناصر الف مليون مبروك حبيبي كابتن خالد، الله يبارك فيك، ربنا يخليك حبيبي. سامع الكلام الجميل ده؟ لا انت خلاص، انت كده انت مباراه عمرك، انت بقيت في حته تانية. انت كنت يعني انا عارف ان انت زملكاوي جامد جدا وبتعشق نادي الزمالك، كان في كلام انها تمشي وكنت بتصعب اي حاجه عشان تمشي، عايز تقعد وكنت عايز تنزل عقدك عشان تقعد في نادي الزمالك، وسبحان الله يعني مباراه غيرت كل حاجه وكتبتك في التاريخ الى ما لا نهايه. خلاص ناصر المنسي او ناصر السوبر؟ ناصر الاسطوره يا كابتن خالد. طب اسالك سؤال، ناصر الاسطوره، طب اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. القفشه والقاضيه ممكن، ولا ناصر السوبر الاسطوره، مين اقوى؟ ناصر السوبر الاسطوره. لا يا كابتن خالد، السوبر طبعا للفرقه كلها ومجلس اداره وجمهور نادي الزمالك، مش لمنسي بس. عشان الناس دي تعبت يا كابتن خالد، والله اللعبه تعبت وكلهم كانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه، وعشان كده ربنا كرمنا. طيب عايز اسالك سؤال، عشان انا شخصيا اتضايقت منك. انت بسم الله ما شاء الله يعني واحد حاطط هدف رجع الزمالك، وانت داخل ضربه الجزاء انت داخل وحطيتها يعني بمنتهى البرود في نص الجون، يعني برضو فيها نوع من الثقه، انت حطيتها في نص الجون ازاي؟ يعني انت كنت حاطط في دماغك انا احطها في نص الجون؟ يا كابتن، انا اصلا من اسبوع قلت لو وصلنا ضربات جزاء انا كده كده بشوط يعني. ضربات جزاء برضو لما ماتش بيراميدز لو فاكر لعبنا ضربات جزاء ودخلت شوط، والحمد لله ربنا كرمني فيها. انا كنت بقالي اسبوع يا كابتن خالد والله انا قلت هحطها في النص. يعني انا لو قلت لو انا نزلت ربنا كرمني ونزلت وصلنا ضربات جزاء هحطها في النص. طب هسال سؤال، انت بعد ما حطيت الجون هو انت كنت شايف رامي ربيعه وهو بيعمل كده نايم، وبعد كده عمر كمال، انت عملت كده يعني بسبب اللي هم عملوه، ولا كان ده احتفال متفق عليه من قبل الاتحاد الافريقي؟ يعني بيقال ان الموضوع ده احتفال من قبل الاتحاد الافريقي وبتاخد عليه مقابل، يعني اللعيبه بتاخد عليه مقابل، هل ده حقيقي؟ انا احتفال يا كابتن بتاع الجول اللي انت عملت فيها، لا اللي انت عملت فيها الجزاء. نايم ده بتاع ضربه الجزاء دي؟ ايوه بتاعت الجون. لا بتاع ضربه الجزاء. اللي انا الاحتفال ده يا كابتن خالد اصلا هو تقريبا هو كله بيعمله بموافقه الاتحاد الافريقي، يعني مع الاتحاد الافريقي صح كده؟
لا مش مع الاتحاد الافريقي، انا الاحتفال ده اصلا يعني انا حابه وكنت هعمله، بس اللي هو انا كنت اللي هو تعمل هو نفسك انا نايم نايم. يعني. اه بالظبط طب ايه كده، معناها، ايه معناها ناصر يعني؟ انت بتجيب جون بعد كده تنام ليه؟ بنام يا كابتن، ما سخسخت بقى وقعد. ايه؟ سخسخت يا كابتن وقعد. نايم. طب بس انت عملت حركه اللي انا ضايقت منك بيه دي، اللي احنا هل فكر تواجد جمهور الاهلي ورا ضربات الجزاء ده شيء مخيف، شيء يعني مرعب، شيء يخلي الواحد مضغوط اكتر ولا لا؟ لا يا كابتن طبعا، ما فيش زي جمهور الزمالك طبعا، جمهور كبير. انا عارف اكيد جمهور الزمالك بالنسبه لك نمره واحد. بالظبط يا لا كابتن، انا بتكلم، يعني انا بتكلم فكره وانت داخل ضربات الجزاء اتشاطت ورا الجون بالثالثه شمال، فانت وانت داخل شايف كل جمهور الاهلي في وشك، صح ولا لا؟ هل ده بيمثل ضغط ولا يعني، ولا ما كنتش مركز غير مع لا الجون؟ يا كابتن، لا انا كنت مركز ان انا اجيبها جون، وكنت داخل بثقة عادي. انا لو انت مثلا لعبنا ضربات جزاء في الزمالك، يعني كام ضربة جزاء، مش ده ضربة جزاء اجيبه يعني، ده الثالثة. صحيح. وداخل بثقة وداخل بكل هدوء وبتاع، والحمد لله ربنا كرمني فيها يا كابتن خالد. ممكن ايه اللي خلاك تاخد القرار ان انت ترجع وتروح واخد ياسر ابراهيم وحاططها؟ يعني انت هل ده اتفاق مع عمر جابر، ولا انت تخيلت ان عمر هيحطها في الحتة دي؟ لا يا كابتن، هو عمر، كابتن عمر جابر تعب في الماتش بصراحة، وعمل مجهود جامد جدا. هو الكابتن عمر جابر مش أول مرة يعملها لي برضه، في ماتش كنا في المعسكر وكنا بنلعب الشرطة العراقي، عمل لي برضه واحدة بس حطيتها بدماغي، دي حطيتها برجليا. يعني أنا حافظ الكابتن عمر من أيام ما كنا في بيراميدز مع بعض، يعني أنا عارف هو هيعمل إيه بالظبط. انا انتوا كنتوا مع بعض في بيراميدز كمان. في بيراميدز، لعبنا مع بعض في بيراميدز. انا كابتن خالد رحت واخد البعيده عشان المساك يجي معايا، ورحت قاطع مره واحده، يعني خدت البعيده ورحت قاطع مره واحده. هل ياسر ابراهيم يتحمل الهدف ده للناس شايلته الهدف، ولا انت شايف ان موضوع ان المهاجم يخطف المدافع دي مش سهله؟ دي بقى ذكاء مهاجم كابتن خالد، انت عارف بقى. انت ذكي جدا يعني. بالظبط. طيب كده. طب ناصر، انت كنت ماشي ورايح البنك الاهلي، صح الكلام ده ولا لا؟ والله يا كابتن خالد، في حد كلمني كده قال لي انت خلاص هم تقريبا هتتباع للنادي البنك وبتاع، ما كنتش اعرف يعني، عرفت من حد يعني في نادي البنك يعني. قال لي كنت هتتباع وهتيجي عندنا، قلت له لا انا عادي، انا ما عنديش مشكله، انا تحت امر الاداره في اي وقت، اداره محترمه جدا وانا بحترم وجهه نظرهم اللي هم عايزينه واللي هم شايفينه، انا تحت امرهم يعني في اي وقت. جيت بقى ما كنتش بقى، انت يعني ما فيش الا ناصر هيمشي، ناصر هيقعد يا كابتن خالد، ده هيمشي ناصر، ده هيمشي مش عارف ايه، وكذا السوشيال ميديا كله كان ما فيش الا ناصر، وكان اصحابي بس يا كابتن خالد، انا ماليش علاقه بالسوشيال ميديا خالص. انت يعني كنت انت كنت زعلان يا ناصر ان انت هتمشي من الزمالك؟ يا كابتن كنت زعلان جدا، عشان انا زملكاوي وبحب الزمالك وعشق الزمالك ومن وانا صغير يا كابتن خالد، يعني دمي زملكاوي. النهارده اعتقد بعد الهدف اللي انت جبته ده، وهدف ضربه الجزاء، وفوز الفريق بمباراه تاريخيه امام خصم كبير وهو النادي الاهلي، اعتقد دي نقطه تحول في حياتك، وستبقى الى ما لا نهايه، لن يتم بيعك نهائيا بعد كده اعتقد يعني. طبعا زي ما انا قلت لك يا استاذ خالد، والله ان الواحد بيعمل اللي عليه، وال يعني مش بتاعتي انا، هم خدوا القرار ان انا امشي، اللي انا اقعد، بس انا بقول من خلال حضرتك ان انا يعني اكون موجود في نادي الزمالك، والفتره الجايه نقدر نفرح جمهور نادي الزمالك ونجيب بطولات كتير. انت كنت زعلان يا ناصر لان شيكابالا قال الكلام ده، كنت زعلان ان السوشيال ميديا في فرصه جون فاضي رحت مضيعها، ابتدى بعض الجماهير تتريق عليك وتتريق على فكره ان انت بتضيع فرص سهله وكلام من هذا القبيل، كنت ده هل ده يعني النهارده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك من واسع، يعني النهارده نقطه تحول غير طبيعيه في حياتك الكرويه، واعتقد هتديك ثقه كبيره جدا ان انت تكون واحد تاني كراس حربه مهم في الكره المصريه الفتره اللي جايه. بالظبط يا كابتن خالد، يعني انا كنت زعلان جدا قوي، وكان زي ما بقول لك كده، ماليش علاقه بالسوشيال ميديا خالص، يعني انا اصحابي
كان بيصعب عليا نفسي الكلام والشتايم والكلام دوت وبتاع، عادي جمهور الزمالك على دماغي وانا هدني لو عملوا فيا ايه، انا هدني بحب نادي الزمالك وبحب جمهور نادي الزمالك، وزي ما قلت لك عشقي نادي الزمالك يا كابتن خالد. قول لي قول لي قول لي بعد ما جبت الجون الجوميز قال لك ايه؟ ايه اكتر كلمه اثرت فيك؟ جمهور الزمالك بعد ما جبت الجون وبعد الماتش كان بيقولوا لك ايه؟ هل طلعوا عليك اسم جديد في بعد مباراه السوبر؟ اه يا كابتن انت لسه قاعد دلوقتي يا ناصر سوبر. ناصر سوبر خلاص. ناصر الاسطوره سوبر. جوميز قال لك ايه؟ كابتن جوميز مستر جوميز بيجي يتكلم معايا بشكل كويس يا كابتن خالد، انا عايز برضو ادي له حقه من حضرتك. مستر جوميز مدرب كبير جدا وانا مبسوط قوي ان انا موجود معاه هنا، انا بعتبره اب ليا بره الكوره خالص والله يا كابتن خالد. يعني انا بحبه، يعني انا بقالي فتره ما بلعبش وقاعد وما بتكلمش ولا عمري رحت قلت له عايز العب ولا اتكلمت معاه. انا كنت مستني الفرصه كابتن خالد واداني الفرصه والحمد لله ربنا كرمني وقدرت افرح جمهور الزمالك. خد بالك في سوبر النخبه اللي جاي، ده لو جبت جوان في السوبر اللي جاي كمان ده انت هتبقى سوبر السوبر. ان شاء الله يا كابتن خالد اوعدك من خلالك ان شاء الله الواحد هيكسر الدنيا الفتره الجايه وان شاء الله نفرح جمهور نادي الزمالك العظيم ده. كابتن ناصر منسي او ناصر السوبر، انت مش اول مره تجيب جون سوبر في النادي الاهلي في ماتش سوبر. اعتقد ان انت جبت جون كان برضو في وقت قاضي، يعني في الوقت الضايع يا كابتن. نفس الوقت برضو نهائي ولعبته ضربات جزاء، بس ضربات الجزاء لم توفق تقريبا، ضيعت ضربه الجزاء. ضيعت ضربه الجزاء بس يعني بس كنت جبت جون في الاهلي في الدقيقه حاجه و90 باين ولا حاجه 85 يعني نفس التوقيت بتاعت قفشه تقريبا. تقريبا نفس التوقيت يا كابتن. يعني انت لو جبت جون في السوبر اللي جاي هتبقى ناصر الهاتريك، هاتريك سوبر او سوبر الهاتريك ناصر. ان شاء الله يا كابتن خالد هذاك اللي جاي احسن واقدر افرحكم وافرح جمهور نادي الزمالك ان شاء الله يا كابتن. عايز تروح المنتخب نفسك؟ طبعا يا كابتن نفسي اكون موجود في المنتخب، طبعا اي حد يتمنى يكون موجود في منتخب مصر طبعا، ودي حاجه كبيره طبعا بالنسبه لي ان انا اكون موجود في منتخب مصر طبعا ان شاء الله باذن الله. انت كنت موجود في الاولمبياد مع كابتن شوقي غريب في طوكيو؟ كنت موجود في الاولمبياد. ايوه تمام. يعني انت لعيب اساسا منتخبات، يعني انت لعيب منتخب اولمبي قبل ما ورحت تجمع مع مستر فيتوري. مستر فيتوري رحت معاهم تجمع كمان؟ وانا في البنك. وانت في البنك؟ انا في البنك. طب تفتكر الرصيد في البنك هيزيد يا بعد ولا مش هيزيد؟ الفيزا واقفه يا كابتن خالد، مفيش مش هيزيد. مستشار تركي الشيخ ما قالكش حاجه؟ لا والله ما قاليش اي حاجه والله. ماشي. كنت نفسي يقول لك يا كابتن خالد. ماشي ناصر السوبر، شكرا يا ناصر على مداخلتك واتمنى لك كل التوفيق، فرحت كل الزملكاويه وزي ما الاهلاويه فرحوا بقفشه والقاضيه الزملكاويه فرحوا بناصر السوبر. وناصر السوبر مش انه جاب هدف قاضي زي قفشه، لا ناصر السوبر انه جاب هدف رجع الزمالك واحرز ضربه الجزاء اللي بعد يحيى عطيه الله ما ضيعها، فكانت هي التفوق للزمالك حتى في ضربات الجزاء. دي يا جماعه كانت اخبارنا. الاسماعيلي بس يعين كابتن شوقي غريب مديرا فنيا خلفا للراحل كابتن ايهاب جلال، يعني وسيد نيمار خلاص في طريقه لفاركو بعد ما كان المصري لم يصل لاتفاق، اتفقوا على كل شيء وسيد نيمار لاعب الزمالك هيكون في فاركو في الايام القادمه، والزمالك في طريقه لجلب صفقتين، صفقه اجنبيه وصفقه
مصرية، ولكن الصفقتين لن يتم قيدهم في القائمة الأفريقية، هيغيبوا أول ماتشين في دوري المجموعات، عشان في يناير من حقك تستبدل 7 أماكن في القائمة الأفريقية. والنادي الأهلي بعد تعيين كابتن محمد رمضان الضبط والربط مش هتلاقوا حد بيفتح محلات ولا بيفتح مطاعم ولا أي حاجة من دي، وهيكون في ضبط وربط، والنادي الأهلي سيسعى إلى جلب صفقتين أيضا الفترة اللي جاية، منهم صفقة أجنبية. بعد الفاصل واحد من نجوم النادي المصري، واحد من نجوم الدوري المصري، لاعب منتخب مصر، صاحب أحلى هدف في دوري 2023-24، كابتن محمد الشامي. أبدع وأمتع، سجل وصنع، جلد الحراس وتلاعب بالمدافعين، انتزع الآهات وخطف القلوب. الحديث هنا عن النجم المصري عمر مرموش ومسيرته المميزة في الدوري الألماني هذا الموسم مع فريق إنتراخت فرانكفورت. وساهم مرموش في 4 أهداف دفعة واحدة لفريقه في مواجهة هولشتيان كين بمنافسات الجولة 5 من البوندسليغا، حيث صنع 2 وصنع مثلهما ليعتلي عرش هداف المسابقة برصيد 5 أهداف متفوقاً على الجميع. وسلطت الصحف العالمية الأضواء بشدة على مهاجم المنتخب المصري عمر مرموش بعد تألقه في الموسم الجاري مع فريقه الألماني وتصدره قائمة الهدافين. وفي البريمير ليج سطع نجم الفرعون المصري محمد صلاح كالعادة في سماء الكرة الإنجليزية بلدغاته المستمرة وأهدافه المؤثرة والحاسمة، ونجح في حسم مباراة جديدة لليفربول بمنافسات المسابقة بتسجيل هدف الفوز في مرمى وولفرهامبتون. ووصل محمد صلاح إلى هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري مع الريدز، مستمراً في ترجيح كفة الفريق وانتزاع صدارة المسابقة. 309 هدف ساهم بهم محمد صلاح مع ليفربول في مسيرته الحافلة بقميص الريدز في كافة البطولات، جعلته واحد من أبرز أساطير قلعة الإنفيلد عبر التاريخ. ثنائي هجوم منتخب مصر صلاح ومرموش يلمع نجمهما في سماء الكرة العالمية قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل، حيث مواجهتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا. يعتبر محمد الشامي واحد من أبرز من يشغلون مركز الجناح في الدوري المصري الممتاز على مدار المواسم الأخيرة بمستوى فني لافت للنظر وتطور كبير في طريقة أدائه. ومثل الشامي نادي إنبي في قطاع الناشئين والشباب قبل أن يتوهج بقميص الفريق الأول للنادي البترولي بداية من موسم 2016-2017، ومنه إلى صفوف المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة ليخطف أنظار الجميع بموهبته الكبيرة وقدراته التهديفية التي ترجح كفة أي فريق يدافع عن ألوان قميصه. ويخطو الشامي خطوته الأكبر في مشواره الكروي بارتداء قميص الزمالك في صيف 2017، حيث خاض تجربة قصيرة مع النادي الملكي استمرت لمدة موسم واحد. وعاد توهج الشامي مجدداً في الدوري الممتاز هذه المرة على أنغام السمسمية بقميص نادي الإسماعيلي على مدار 5 مواسم متتالية، ثم العودة من جديد للمصري البورسعيدي في الموسم الماضي وتدوين سطور جديدة من التألق وهز شباك المنافسين تحت قيادة المدير الفني علي ماهر. 57 مساهمة تهديفية لمحمد الشامي على مدار مشواره الكروي منذ تصعيده في موسم 2016-2017 بقميص جميع الأندية، وضعته في مكانة مرموقة بين أصحاب المهام الهجومية في الكرة المصرية. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
يمتلك قناعة كبيرة بالإمكانيات الفنية لمحمد الشامي صاحب 28 عام، ويثق فيما يستطيع اللاعب تقديمه بقميص أحفاد الفراعنة، وهو ما دفع العميد لضمه في أكثر من مناسبة لمعسكر المنتخب القومي. محمد الشامي الجناح الهجومي للمصري البورسعيدي يمتلك موهبة استثنائية وقدرات تهديفية كبيرة تستحق الإشادة والتقدير. ورجعنا لكم مرة أخرى. واحد من نجوم الدوري المصري ومن نجوم النادي المصري البورسعيدي، واحد من لاعبي منتخب مصر في كل المعسكرات اللي فاتت مع الكابتن حسام حسن، كابتن محمد الشامي. يا كابتن محمد ازيك؟ حبيبي كابتن خالد، اخبارك ايه؟ نورتنا حبيبي كابتن، ما تحرمش منك يا رب. شامي، عايز ابتدي معاك، بدايتك في الكرة كانت فين؟ يعني انت منين اساسا ودخلت الكرة ازاي وبأول نادي كنت موجود فيه؟ طبعا انا مبسوط ان انا معاك النهارده، اتمنى ان احنا نقدم حلقه كويسه ان شاء الله مشاهدين ينبسطوا بيها. انا بدايتي كانت في نادي طلخه. انا اساسا من قريه اسمها قريه اتميده تبع المركز متغمر، ده اهليه يعني. ده المكان اللي انا لعبت فيه كوره ونشات فيه. بدايتي كانت في نادي طلخه تبع المنصوره برضو. رحت من اتنقلت من طلخه امبي، ناشئين امبي، كنت في ناشئين برضو طلخه، ورحت كابتن امام محمدين. امام محمدين طبعا هو اللي ضمك. هو اللي جالي كان عندي ماتش، كنت انا متصعد فريق اول في طلخه، وهو جه بص عليا وانا في الماتش. خدني، كان المدير الفني بتاعي في امبي كابتن طارق عبد الله وكابتن سامي نادر. طبعا دول يعني بالنسبه لي دول في حته تانية يعني. دول هم اللي كانوا واقفين دايما في ظهري وكانوا هم اللي اسسوك. ده حقيقه يعني. بس رحت نادي امبي، لعبت كم سنه بقى؟ كان ساعتها عندي حوالي 17 سنه. يعني اول حاجه ليك في امبي 17 سنه. 17 سنه. قعدت قد ايه في امبي بقى؟ قعدت سنتين، ثلاث سنين في الناشئين، وسنه في الفريق الاول، وما كملتش في الفريق الاول. رحت طبعا المصري عرى 6 شهور، ورجعت من المصري ما رجعتش امبي تاني. كان الزمالك طبعا خدني، كان اشتراني انا وعبد الله جمعه في الفتره دي. كانت ساعتها اعتقد اشتروك ب 22 مليون جنيه. انا وعبد الله احنا الاثنين قال عليها رهيب. احنا الاثنين الفتره دي كنا برضو عملنا فتره كويسه كنت انا عامل فتره كويسه الفتره دي في المصري. كنت الهدافين. كنت جايب اهداف كتيره في الفتره دي، في 6 شهور، في الفتره اللي انا قضيتها. كنت جايب حوالي 9 اهداف او حاجه زي كده في 6 شهور، وكنت العب كونفدراليه في الوقت ده برضو. فالحمد لله في الوقت ده كان نادي الزمالك طبعا اتكلموا معايا، وكان حصل الاتفاق واتنقلت للزمالك. يمكن ما موسم كام بقى الزمالك؟ كان 17 18. 17 18 كان نيبوشا هو المدير الفني. كان نيبوشا. كان مرحله صعبه الزمالك كان بيمر بيها في الوقت ده، ولا في الفتره دي ما كانتش مرحله فريق صعبه جديد تقريبا. ما كانتش مرحله صعبه على قد ما كان في لعيبه جديده في الفتره دي جايه. كان حوالي 18 صفقه او 19 صفقه. كان مطالب من المدير الفني اللي هو يشوف كل اللعيبه يعني، هو واللعيبه كمان كلها كانت عاوزه تلعب. فما كانش في يعني انا ممكن عايز اقول لك ان انا ما قدرتش اثبت نفسي، لان كان الفتره اللي انت بتاخدها في اللعب قليله. يعني انت ما فيش المدير الفني ما صبرش عليك ان انت تطلع كل اللي عندك، خصوصا ان معاك في 18 صفقه جايين جداد. فانت هتشوف مين ولا مين ولا مين في موسم. انت مكانك الاساسي يا محمد اللي انت بتحبه، هل اللي هو الهاف ليفت الناحيه الشمال كده، ولا مركز الراس حربه، ولا مركز رقم 10؟ يعني انا بحسك دايما ان انت بتحب تتطرف ناحيه الشمال شويه. بص يا كابتن، والله هو يعني انا على طول مسيرتي في الكوره لحد دلوقتي يعني انا لعبت في كل المراكز اللي قدام. بس اكتر مكان كنت انا يعني انا بشوف نفسي ان انا منتج فيه. عندي انتاج فيه ناحيه الهاب ليفت اللي هي الشمال، اللي هو اللي بتاخد الكره على جوه بتعدي على الخط. انا من يعني انا كان دايما كابتن حسام يعني يقول لي انت هجام، دايما عاوز تاخد الكره وتروح على الجول. اللاعب ده المدافع بيقلق منه، المدافع بيقلق من اللاعب ده اللي هو دايما واخد الكره وروح على الجول، قابلني تعالى ما بتخافش من حد. بتروح وبتحب تروح واحد على واحد. طبعا. طيب، طالما جبت سيره كابتن حسام، الكابتن حسام درب المصري فتره من الفترات وكان معاك وكان دايما بيحبك ويعتمد عليك. بصراحه كتير من الناس فوجئت بانضمامك لمنتخب مصر
مش مره ولا مرتين ولا ثلاثه. يمكن كتير من الناس بتركز مع لعيبه الاهلي والزمالك اكتر من اللعيبه الثانيه زي المصري وزي غيره وغيره. انت من اللعيبه القلائل اللي موجودين بره الاهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين. ابوك حسام حسن يعني كما يقال كده، حسام حسن ده ابو محمد الشامي، وبتشوف على السوشيال ميديا الناس بتقول هذا الكلام، تقول لهم ايه؟ والله يا كابتن يعني النقطه دي يعني ممكن انا يعني انا مضايقاني انا شخصيا، لان اولا مفيش مدير فني لاي لنادي او منتخب، خصوصا بقى انت لو بتتكلم على منتخب مصر اقوى فريق في افريقيا، يعني اقوى منتخب في افريقيا مفيش فيها كلام. ان هو يعني اكيد مفيش لاعب هينضم غير لما يكون ده اللاعب ده اكيد مليون في المية هيضيف يعني هيفيد المنتخب في حاجه، يعني مش رايح كده وخلاص. يعني ال 27 او 26 لعيب اكيد هم هيفيدوا المنتخب، مش متضمنين كده اكمالة عدد. فانا شايف ان انا يعني زي ما حضرتك قلت لعيب بره الاهلي والزمالك وبيراميدز، يعني انا شايف يعني النقطه دي انا ببص لها من حته ان انت ازاي تاخد لعيب من بره الاهلي والزمالك. الجمهور يعني الجمهور اهلي او زمالك يقول لك انت ليه تاخد لعيب بره الاهلي والزمالك، حتى لو لعيب في الاهلي او الزمالك ما بيلعبوش وراح المنتخب عادي ده الطبيعي. لا مش طبيعي، ما فيش مدير فني هياخد لعيب. الدوري المصري مليان لعيبه كتير كويسه وبعيد عننا. انا قبل كده طلعت قلت انا في المصري عندنا لعيبه كتير تستحق تتضم للمنتخب مصر، ميدو جابر لعيبه كتير يعني لعيبه كتير في الفريق يعني. بس فانا شايف النقطه دي يعني الناس يعني احنا كمان في مصر في حاجات كتير الناس بتبص لها بعاطفه، اللي هو انا ده انا بشجع النادي ده فانا عاوز النادي الفرقه كله يروح، الفريق كله يروح المنتخب. مش كده. انا عايز اقول لك حاجه يعني صراحه وانا بحسها، اما بيكون في نجم تالق ثم تم شراؤه من الانديه الكبرى زي الزمالك او الاهلي، اما بيتباع بيقع وقعه سودا. يعني انا مع كل احترام والتقدير لعبد الله جمعه، ده زميلك ده جاي معاك، بعد ما مشي من الزمالك راح البلديه مش عارف جات له اصابه قبليها فتره الاخيره مش مركز في الكوره. انت ان انت تمشي من الزمالك وتفضل واقف على رجليك وتروح انديه شعبيه في قيمه الاسماعيلي ثم وتقعده في الدوري وثم تروح المصري بعد نهايه عقدك ثم تتالق ثم تروح المنتخب، فده يدل على برضو ثبات الشخصيه. يعني انت شايف القصه دي مؤثره مع لعيبه الكره في مصر؟ يعني انا يعني فكره ان انت تسيب نادي كبير، في ناس كتير تدور على الفلوس بقى وتدور على يعني لكن تجمع فلوس وخلاص وخلصت بقى وكده، لكن انت تكون ترجع منتخب مصر بعد ما سبت الزمالك دي بتعتبرها ايه؟ بص يا كابتن يعني انت هنتكلم في نص عبد الله جمعه. عبد الله جمعه فضل فتره كبيره حتى بعد ما انا مشيت في الزمالك فضل وجاب وخد بطولات مع صحيح الزمالك. صحيح هو بس بعد يعني هو جات له اصابه وراح يعني هو مشي في اخر يعني يعتبر اخر ايام الكتف لما مشي من الزمالك. فهو كانت الدنيا صعبه بالنسبه له ان هو يروح فريق كويس. انا فاهم، بس هو برضو اخر سنه ونص مع الزمالك يمكن موضوع الاصابات ممكن موضوع الاصابات او حاجه برضو يعني طبعا عبد الله لعيبه كويسه. لا عبد الله لعيب كويس جدا، عبد الله لعيب جوكر كان بيلعب في كل مكان في الملعب يعني. حطه باك ليفت وهو مش مكانه طبعا وتالق. النقطه الثانيه بص يا كابتن، انا كنت عامل مداخله مع الكابتن محمودي بعد ماتش الكونفدراليه. انا من نوعيه اللعيبه اللي انا شايف دايما لعيب الكوره فتره صغيره مش هتفضل طول عمرك تلعب كوره. فانت لو ما حافظتش على مستواك في الفتره دي حتى لو جالك دروب مش معنى كده ان انت نهايه العالم. انا جالي فعلا دروب في فتره لما انا مشيت من الزمالك ورحت الاسماعيلي. طبعا رايح نادي برضو كبير. فانا مطالب ان انا اثبت نفسي. لو بصيت في الارض وما بصيتش قدامي انت كده خلاص انت بتنزل ما انتش طالع. انا دايما انا عندي كده حاجه دايما بكتب انا عاوز ايه في حياتي. يعني انا والله طبعا طبعا يعني بتقعد تكتبها طبعا عندي على النوتس او عندي في الكشكول او اي حاجه يعني انا عاوز اعمل حاجه بكتبها على الموبايل على كده. فانا دايما كنت كاتب عندي انا ما بستسلمش الحمد لله حتى لو خسرت ماتش. يعني دي طبعا برضو يعني متعلمها من كابتن حسام بامانه يعني حاجات كتير. اصل انا يعني انا وانا صغير كابتن حسام يعتبر انا اللي اول لعب كان في المصري. كان دايما ما فيش حاجه اسمها استسلام. طبعا كان يعني هو اللي خدني من انبي في الفتره دي. فانا متعود دايما ان انت ايه يعني خسرت
خلاص مش نهايه العالم. ايه يعني انت وحش النهارده بكره تبقى كويس بالتمرين وبالشغل وبالجهد اللي انت بتعمله هترجع تاني. فانا كنت دايما باصص لحته ان انا مشيت من الزمالك، لا انا مشيت من الزمالك ممكن مش موفق عادي، كل اللعبه في لعبه كتير ممكن تروح اماكن ما توفقش فيها وتروح اماكن تانية تضرب تروح في حته تانية. زعلت على المرحله دي يا شميل؟ طبعا طبعا، لان انا كنت حابب ان انا ابان بصوره كويسه وحابب ان انا، ولا ان انا يعني انا كنت فترتي دي كمان انا كنت عايز اوصل لحته ابعد، يعني ابعد من الزمالك. يعني انا كنت بص لها، انا روحت الزمالك وانا عندي 21 سنه، يعني ممكن تحترف بعدين. انا كنت كاتب ان انا روحت الزمالك ده كان حلم من احلامي. خلاص انا وصلت للحلم ده، مش معنى كده ان انا خلاص انا وقفت. لا ابقى كويس عشان اروح منتخب مصر، عشان احترف، عشان 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 حاجات كتير. ما روحتش منتخب مصر وما احترفتش ونزلت عن الزمالك، مش معنى كده ان الدنيا انتهت. لا اشتغل تاني واتمرن واتعب واجتهد لحد ما اوصل. طب معلومتي ان كابتن احمد حسام ميدو كان عايز يرجعك الزمالك وكلم الاداره وقت الاسماعيلي اما كنت عقدك انتهى واتكتب في الجرايد، انا فاكر، وعلى السوشيال ميديا، مش في الجرايد يعني على المواقع يعني والسوشيال ميديا، ان محمد الشامي مضى في الزمالك. المعلومه دي كانت حقيقيه ولا لا؟ بص يا كابتن، طبعا الكلام ده كان فعلا حقيقه، والكابتن احمد حسام كلمني لان الفتره دي يعني كمان كانت كابتن احمد حسام من انا اول مره كنت اتمرن معاه، من نوعيه المدربين بجد القريب قوي من اللعيبه. وانا من النوعيه اللي انا احب المدرب يبقى قريب مني، اللي هو يكون عارف ان انت لعيب عندك امكانيات بس ممكن تكون الاجواء او الظروف مش سامحه ان انت ان هي تطلع، فلا تعال انت لعيب كويس، انت لعيب تقدر تطلع، انت عندك اللعيب. المدرب لما يكون قريب من اللعيبه، صدقني يا كابتن دي حاجه بقى انا جربتها مع ده ومع ده، مع المدرب اللي هو مع اللعيبه سايلنت. طبعا هو له في الملعب بس، غير المدرب الثاني اللي هو قريب من اللعيبه. فالكابتن احمد حسام كان قريب مننا جدا فتره الاسماعيلي ده دي. كنت انا بادي بشكل كويس، حتى ان انا في جول كنت انا جبته في الداخليه بوش رجل كده، كان قبلها هو قال لي انت هتكسبنا النهارده، انت هتكسبنا وهتجيب جول النهارده، وجبت جول فعلا ورحت جريت عليه كده جول كان حلو قوي برده. فدي العلاقه بين المدرب واللعيب. حتى بعد ما مشي كلمني وقال لي، هو كان ساعتها في لجنه التخطيط، كنت انا وهو في اللجنه، اتكلم معايا وقال لي، على فكره انا كلمني في الموضوع ده وقلت الشامي لعيب كويس جدا، وكان الزمالك كمان انت كنت فري. كنت انا فري، كنت انا خلاص وفعلا يعني كنت هتيجي يعني قال لي ما تمضيش، هتاخد عقدك بس، قال لي ما تمضيش في حته. تمام. يعني كان في كذا فرقه بتكلمني وقال لي ما تمضيش في حته واستنى لحد ما انا اكلمك. كنت عايز ترجع؟ انا كنت طبعا كنت عايز ارجع. طبعا اي حد يتمنى يمثل نادي الزمالك يعني. بس لكن ما مش عارف ايه اللي حصل بعدها، وانتقلت للمصري واتصال اتقطع يعني مع الاستاذ كامل ابو علي. طبعا. والكابتن علي ماهر بقى، كابتن علي ماهر بيمثل لك ايه؟ يعني كابتن علي ماهر في وجوده انت موجود في منتخب مصر. طبعا ما فيش شك ان انا اتطورت كتير يعني عن ما كنت في الاسماعيلي كمان. فعلا. طبعا انا دايما مقتنع ان كل يعني انا دايما شايف كده ان انا كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم لو ما كنتش استفدت، لو ما استفدتش منهم يبقى انا المشكله عندي انا. يعني الحمد لله. كابتن علي ماهر المدربين اللي بيحبوا يعني بيطوروا من اللاعب طبعا بشكل كبير، هو كمان دارس الحته دي يعني. هو طبعا ربنا يوفقه، هو دلوقتي في المغرب بيكمل الرخصه البرو بتاعته. برو خلاص. وصل البرو دلوقتي. خلاص هو بيتقدم فيها يعني. فانا في الفتره بتاعت الكابتن علي، الفتره الحاليه اللي انا رحت فيها منتخب مصر، اتطورت بشكل كبير في ادائي في الملعب، في تحركاتي في الملعب، في حاجات كتير. طبعا الانسان لحد لاعب الكره عامه لحد ما يجي يبطل هو لسه بيتعلم. وانا طبعا اتعلمت منه حاجات كتير بجد يعني. كمان المصري لا يقل عن الزمالك في فكره حب الشعب للكوره، بيتنفسوا كوره، البورسعيديه بيعشقوا كره القدم. طبعًا اما بيحبوا لاعب طبعا بيطلعوه السما يعني. انا كمان يا كابتن يعني انا علاقتي بيهم مش من دلوقتي
يعني انا علاقتي بيهم من 2017 كانت علاقه جيده. انا صحيح. كمان كنت من بداياتك؟ اه طبعا كنت وانا لسه كمان لسه صغير لسه سنة. لا ده انا كان لسه انا في المصري كان لسه عندي 18 سنه 19 سنه ده قبل ما اروح الزمالك. كنت انا لسه صغير وكنت كمان كنا قاعدين في في, في بورسعيد فكنا بنتمرن وبنلعب ماتشات وديه في الاستاد كان لسه موجود. فعلاقتي بالجمهور كانت مختلفه ان انا اصلا كنت بنزل الشارع واخرج في بورسعيد لسه شاب صغير لسه صغير ما كنتش لسه ما عرفتش والجمهور كان بيحبني وكنت الحمد لله الفتره دي برده كمان انا بقول لحضرتك جبت 9 اجوال ومساهم في حوالي 6 او 7 اجوال في الفتره دي فكنت بادي بشكل كويس فشفت الحب بتاع الجمهور للفرقه الحب مش طبيعي طالما يجيبوا لنا الجون ده عايز اروح لك لفكره احلى هدف في الموسم انا جبت 3 اهداف طبعا تم اختيار هدف امام عاشور في ماتش فاركو وانت عندك هدف حلو واوباما عنده هدف حلو وغير على فكره في الدوري في اهداف حلوه كتير جدا كتير قوي الصراحه يعني انا عايز فاكر كمان عمر كمال كان جاب جون حلو قوي قوي برضه الشوطه من بره ال 18 راحت في المقص بعد اكتر من كره كانت متصدقه يعني هتقولي بتاعت عمر كمال دي كمان اللي جت في المقص لو عرفته تمام بتشوف وهتقولي بتاعت امام عاشور دلوقتي الهدف ده من احلى الاهداف اللي جت شايف انت بصراحه بدون فكره ان انت اللي جبته يعني زعلت ان لم يتم اختيار هذا الهدف كاحلى هدف في الموسم والله يا كابتن انا دايما شايف نقطه بالذات الاهداف ظالمه شويه في مصر عامه لان انت بتجيبها بتاخدها بتصويت الجمهور وده انا شايفه مش عادل يعني طبعا في تفاوت في عدد الجمهور للفرق كلها عامه يعني صحيح يعني جمهور الاهلي كبير جمهور الزمالك كبير المصري والمصري والاتحاد كده فانت بتظلم الجول وبتظلم اللاعب والنادي كمان في الهدف اللي بيجي يعني بغض النظر عن الجول بتاعي في جوال كتير يعني جول اوباما وشيكابالا جول حلو قوي جول عمر كمال جول حلو قوي بصراحه هدفك ولا هدف امام عاشور بص احنا مش بنتكلم دلوقتي لا والله مش حاجه بس انا طب هاتولي هدف امام عاشور كابتن قولي في شغل كتير قوي يعني بص والله يا كابتن احنا الجمل دي اديت كوبري لنيمار تقريبا ودبل باص مع سمير فكري ووش الرجل بغض النظر عن اللي انا اللي جايبه والله يا كابتن دي جمل احنا متمرنين عليها والله يعني دي جمله احنا متمرنين عليها انت ما اكتفيتش ان انت بصيت وتحركت بعد الباس لا احنا دايما في تمريننا كمان بمناسبه الجول احنا الحاجات دي كل يوم بنعملها يعني الكابتن علي كل يوم بيمرنا على الحاجات دي ادي كوبري ودي بسيط عملها لك بكعبه عملتها على طول دايركت وش رجل صعب يا كابتن ايه صعب وش رجل كمان ان هي تروح كده قوي صراحه يعني انت شايف ان 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 ان, إن, إن عشان امام جاب جون في فاركو وفي الاهلي هو السبب هو جول حلو كابتن هو جول امام حلو قوي بس انا شايف حته تصويت الجمهور بتظلم جوال اهداف كتير وبتظلم لعبه كتير في النقطه دي هقول لك حاجه تانية كمان اتفضل يمكن هتقولي جون برضو امام وجون يا جماعه وجون اوباما برضو فكره مان اوف ذا ماتش وقت كتير جدا بتلاقي لعيب معاك في الفرقه او في الفرقه اللي قدامك مان اوف ذا ماتش وساعات واحنا قاعدين ما بيبقاش عندنا قناعات ان ده احسن لعيب بتحصل حسيتوها كتير مش فعلا كتير. يعني بتستغرب ان ده خدع رجل المباراه انا ممكن مثلا ابقى في الماتش ما عملتش حاجه وجبت جول في الدقيقه 90 يدوني مان اوف ذا ماتش وانا شايف ان يعني دي حاجه يعني فاكر قفشه لما اتكلم عن النقطه دي قال لك في ناس بتاخد مانو ما حدش معمول هو في يا يعني كابتن الطبيعي في الحاجات دي يعني لازم يكون في بالظبط في لجنه فنيه تختار مان اوف ذا ماتش في لجنه فنيه تختار احسن هدف في الاسبوع احسن هدف في الجوله احسن هدف في الموسم الحاجات دي مهمه لازم قوي لازم يتعمل لجنه فنيه طبعا تختار احلى هدف واحلى صد طبعا واحسن طبعًا. حارس وتشكيل الاسبوع مهمه يا كابتن مهم هي الفكره في ذا ماتش ان انت كمان كله تصويت لما تيجي تنزل تختار مثلا فريق الاسبوع فريق الشهر بتلاقي بالتصويت زي ليفربول طبعا ده الدوري الانجليزي ايوه فهي الفكره كلها دي الحاجات دي انا بشوفها ظلمه يعني ظلمه للفريق وللاعيب كمان اللاعب بيكون مثلا طول ال 90 دقيقه خد بالك في الدوري الانجليزي مثلا ليفربول اللي بيختار الفريق او لاعب الشهر هو جمهور ليفربول يعني جمهور ليفربول بيختار جمهور تاني جمهور ليفربول بيختار احسن لاعب في ليفربول كانوا عاملينها مش احسن لاعب في
الدوري كله رابطه المحترفين اللي بتختار. جم فتره في الاسماعيلي ايام كابتن احمد حسام كانوا عاملين النقطه دي اللي هو يجي كل شهر يختاروا افضل لاعب في الشهر ويقدموا ليه جايزه وكده، كانت حاجه كويسه قوي. بالظبط الاسماعيلي كان عامل لازم نعملها في مصر كمان، لازم تتعمل يعني اللاعب هيحس بتقدير افضل من مرحله هو... الاسماعيلي. الاسماعيلي برضو من المحافظات اللي بتعشق كره القدم، وكان هو الهرم الثالث في الكره المصريه. صعوبة اللعب في الإسماعيلي كانت عاملة إزاي من فكرة الفلوس وتأخر الفلوس وتغير الإدارات وبتعانوا من أجل أدي كرة إمام عاشور، ده هدف إمام عاشور اللي تم اختياره أحلى هدف في الموسم. هو هدف طبعا جميل بس شوطة من بره ال 18. هتقولي بتاع عمر كمال يعني كمال. شايف إن هدفك أحلى ولا هدف إمام بصراحة؟ لا طبعا جول يا كابتن، بغض النظر ان الجول ده حلو، بس انا يعني الجول ده يجي زيه يعني يجي شبهه كتير، يجي زيه كتير لكن يعني الجول اللي انا جبته في شغل كتير يعني قليل قوي لما تلاقي حد ياخد الكوره ومدافع داخل عليه يرقصه ودبل باص وتشوط بوش رجلك كده يعني ما بتحصلش كتير. هتقولي كمان بتاع اماما يا جماعه، قول لي فتره الاسماعيلي دي يعني، وان انتوا بتبقوا عايزين تفضلوا في الدوري والاسماعيلي ده يعني حاجه كان. والله يا كابتن يمكن اخر يعني انا اخر موسم ده بالنسبه لي كان فعلا كان عليا انا ضغوط فيه كبيره جدا. كنت انا يعني اعتبر من كباتن الفرقه، ضغوط بقى ما فيش فلوس، الجمهور ضغط عليك، بتلعب في اسماعيليه النتائج وحشه، الحاجات دي كلها بتاثر عليك لو ما كنتش انت عندك شخصيه قويه والتزام في قراراتك وفي حياتك عامه هتقابل مشكله. يمكن احنا في الفتره في الموسم اللي قبل اللي فات الاسماعيلي اللي انا كنت موجود فيه كابتن، احنا يعني انا مثلا الموسم ده انا ما خدتش ولا شيلن، ما خدتش فلوس. بتتكلم جد والله؟ والله لعبت بدون ولا شيلن لحد دلوقتي. انا ليا فلوس عند الاسماعيلي يعني انت لعبت بس انا بالنسبه لي انا كنت الفتره دي والله العظيم يا كابتن، والله العظيم يمكن انا اول مره اتكلم في برنامج واقول ان انا ليا فلوس عند الاسماعيلي، انا فعلا كنت الفتره دي بلعب ومش باصص للفلوس على قد ما باصص ان الاسماعيلي يا جماعه الاسماعيلي كبير. لا الاسماعيلي كبير وعيب كمان ان احنا نقول يعني احنا كنا بنقعد كده بينا وبين بعض اللعيبه، عيب يا جماعه احنا اللي حاطين النادي في الفتره دي في الموقف ده واحنا اللي هنطلع النادي من الموقف ده. فطبعا احنا ما كانش في حد حتى في الفتره دي ما كانش في لعيبه اتكلمت في فلوس ولا حاجه. حالي 4 مليون جنيه او حاجه. 4 مليون جنيه موسم ما خدتش ولا شيء يعني كان عائدك 4 مليون؟ ما خدتش ولا شيء ولا شيء، ولا جنيه ولا جنيه والله ما خدتش حاجه. موسم كامل ما خدتش ولا جنيه والله، ولا وغير نسبه المشاركه بتاعه الموسم اللي قبله. طب هل اشتكيت؟ لا يا كابتن اشتكي ايه، مش ما اشتكيتش النادي. لا مش هشتكي، مش هشتكي النادي. طب وحقوقك؟ بالود ان شاء الله تتحل. ما ينفعش يا كابتن اشتكي الاسماعيلي يعني، ما انا شايف ان عيب يعني. انت لو اشتكيت كان زمانك خدت. لا على فكره النادي الاسماعيلي موقوف قيده بسبب الشكاوي الزمالك توقف قيده بسبب الشكاوي. لا عيب انا بالنسبه لي انا شايفها عيب. الاسماعيلي في الاول وفي الاخر خيره عليا. كلام محترم والله. والله مفيش حد من اللعيبه بيعمل كده على فكره. خيره عليا يا كابتن، لان هو فعلا انا من الاسماعيلي انا رجعت نفسي والاسماعيلي اللي رجعني. يعني انا في الفتره دي لو ما كنتش انا واقف على رجلي وعارف انا عاوز ايه، معلش ما انا كنت نزلت تحت الاسماعيلي كمان. لكن انا لا، انا كنت عاوز اوصل عاوز افوق نفسي، عاوز ابقى مفيد للنادي اللي انا فيه. والحمد لله قدرنا ان احنا يعني ما نوصلش النادي الاسماعيلي لمرحله اسوأ من اللي هو كان فيها يعني. طيب نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن محمد الشامي لاعب النادي المصري البورسعيدي ولاعب منتخب مصر بعد الفاصل. حديث من القلب. والله انا عاوز اقول لمحمد الشامي كتير، يعني انت مثلا راجل في منتخب مصر وكل ماتش بيضيع منك 3-4 كور انفراد. انا مش هتكلم في الكلام، اقول لك نصيب، بس التركيز برضو محتاج والاداء الطيب محتاج. بتمنى من الله ان ربنا يوفقك، انت راجل النهارده في منتخب مصر
يبقى لازم تكون فايد الفرقه ولازم تكون عالف الفرقه ولازم ربنا يكرمك، واحنا عاوزين ربنا يكرمك، لان انت لو ربنا كرمك وبقيت كويس وفرقت في المنتخب او فرقت في الفرقه فديا اصلا تريحنا وتفيدنا احنا. لاعب كويس وعايزينه احسن من كده وان شاء الله يمثلنا في منتخب مصر وعايزين احسن واحسن ان شاء الله وربنا يوفقه. عايز اقول له انت كده قدوه للنادي المصري، وعايزين الكابتن حسام برضه يبص للعيبه عندنا، وبنقول له انت رمز من رموز البلد وانت مش يعني الواجهه بتاعت النادي المصري، زي الاجيال اللي قبلك برضه سايب بصمه حلوه، زي الكابتن مسعد وكابتن السنجة وإينو سايب بصمة إيه للبلد. محمد شامي لعيب كبير طول عمره من ناشئين نادي إنبي وانضم معانا مع كابتن حسام وقدم مستويات جيدة، وإن شاء الله رب العالمين يفيدنا في المرحلة الجاية، لعيب دولي ولعيب منتخب، وإلا ما كانش حظ على ثقة كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يعني. كابتن الشامي طبعا ما علقوش أي كلام، وراجل في المنتخب راجل دولي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بس أنا هوجه لحضرتك كلمة واحدة بس، أنا عايزين كابتن محمد الشامي اللي كان جاي من إنبي عايزين روحه ترجع له تاني، لأن الناس دي كلها منتظرة منك حاجة كويسة للنادي المصري. أنا على المستوى الشخصي بحبه، هو يعتبر جايب أحسن جون في الدوري السنة دي اللي فاتت دي، وعايزه يشتغل على نفسه شوية وربنا يكرمه ويكرمنا إحنا كمان معاه. محمد الشامي لاعب كبير وأمل من أمل بورسعيد اللي هو يجيب لنا بطولة، أنا بقول لمحمد الشامي أنت مقصر في حق نفسك ومقصر في حق النادي المصري. أنت محتاج وإمكانياتك تقول اللي أنت تدي أكتر من كده 10 مرات. فأمنية لمحمد الشامي خليك على قد طموح النادي المصري وعلى قد طموح جمهور النادي المصري اللي محتاج منك اللي انت تسيب بصمة بورسعيد عشان يفتكرك بيها، ويبقى محمد الشامي ده علامة من علامات بورسعيد زي اللي سبقه جمال جودة وإينو ومسعد نور والناس اللي احنا لغاية دلوقتي فاكرينها بكل خير. كابتن محمد الشامي لعيب منتخب مصر عليه العقل الكبير، لان انت كابتن تعتبر للتيم، لان انت من اللعيبه برضو مش ان انت وافد علينا جديد، انت لعيب قديم وكابتن من كباتن النادي المصري وكابتن في منتخب مصر، يعني لازم يبقى ليك بصمه باسم النادي المصري في منتخب مصر. محمد الشامي خامه طيبه، ومحمد الشامي من الناس الاساسيه عندنا في النادي المصري اللي احنا بنتمنى على طول اللي هو بيلعب وهو هداف، وبنتمنى المنتخب يكون على طول سابق لمحمد الشامي. لمحمد الشامي عنده كتير عشان يديه لمصر. هو لاعب مجتهد ويا رب بس يفضل على مستوى كده، وان شاء الله ان شاء الله يفضل مكمل مع النادي ان شاء الله. نتمنى له التوفيق يمشي مع محمد الشامي، وهو من احسن اللعيبه في النادي المصري، ونتمنى له اللي هو يبقى ويفوق ويرجع زي ما كان زي الاول، زي ما كان جنة في اعاره زمان اول ما بدا يرجع لنا المستوى زي الاول. ردود افعال الجماهير، على فكره الجماهير بتحبك، وفي اللي ما بيجاملكش وفي اللي عايزك تبقى احسن واحسن وتوصل لمكان اكبر، بس كلهم بيحبوك، تقول لهم ايه؟ طبعا انا بشكر كابتن طارق. طارق هاشم طبعا. كابتن طارق هاشم هو اللي عمل التقرير، وبشكر طبعا الجمهور، انا عارف ان هو بيحبوني، انا في بدايه الكلام قلت لك كمان كبير مشجعين حبيبي حاج خميس، انا عارفه من 2017. فطبعا انا عارف حب الجمهور، انا قبل كده يعني في بدايه الكلام قلت لك انا عارف الجمهور، ونزلت ومشيت في شوارع بورسعيد، فعارف الجمهور بيحب اللعيبه وبيحب النادي قد ايه. كل اللي اتكلموا عاوزينك تبقى كويس عشان النادي، وعشان هم شايفين ان انت لعيب عندك امكانيات وتقدر تدي اكتر من كده. واحنا طبعا انا برضو بوجه لهم رساله من خلال حضرتك كابتن، مفيش لعيب عاوز يبقى وحش يا كابتن، اقسم بالله. الواحد يعني انا انت مركز، انت عارف في لعيبه شامي ربنا سبحانه وتعالى ما بيديهم فلوس وبيديهم شهره، تلاقي بقى اللي بيسهر واللي ما بينامش بدري واللي كل يوم ما اعرفش فين واللي يعني في لعيبه تخرج عن نطاق حياه كره القدم. كابتن انا لو اتجهت للي حضرتك بتتكلم فيه ده، ما كنتش دلوقتي بلعب في النادي المصري، ما كنتش دلوقتي في منتخب مصر. كل الكلام ده اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيأثر على اللعيب بالسلب طبعا مش بالايجاب، لان لعيب الكره زي ما قلت لك فتره صغيره. صحيح. لو ما كنتش تستغلها وتحافظ على نفسك وعلى لياقتك البدنيه وعلى تمرينك وعلى تركيزك اصلا، يعني تركيزك في التمرين وفي ماتشاتك. انت متجوز ولا لا؟ متجوز الحمد لله. لا والله. وعندك الحمد لله عندي يزن الكبير 3 سنين ويامن. ربنا يخليهم لك. ولدين؟ ولدين. في واحد فيهم هيطلع لعيب ولا ايه؟ ولا مش باين لسه؟ ان شاء الله انا اتمنى يعني، بس هو مش باين يعني. مش باين. طيب
عايز تقولي للاستاذ كامل مستر كامل ابو علي، لان هو من رؤساء الانديه الشيك قوي الراجل، راجل انا اعلم جيدا ان النادي المصري فيش لعيب متاخر له جنيه في النادي المصري البورسعيد. تقولي للاستاذ كامل ابو علي اولا مهما اتكلم على مستر كامل، والله كابتن خالد مش هوفله حقه ولا مجهوده اللي بيعمله مع الفريق. اللعيبه كلها بتحبه، ها كل اللعيبه حتى اللي مشي، يعني حتى اللي مشي السنه دي من 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 الفرقه تيجي تساله مستر كامل ايه، راجل مش مأخر علينا فلوس، امكانيات، احسن معسكرات. انتوا عندكم لسه معسكر قريب صح؟ مسافرين يوم 9، الفريق مسافر يوم 9 ان شاء الله. هتعملوا معسكر في المغرب؟ في المغرب، والسنه اللي فاتت برضه كنا في المغرب. هو عنده استثمارات على فكره وفنادق في المغرب كمان. بغض النظر، لكن يعني اقصد التعامل اللي بيعمله هناك، بنعمل ماتشات محترمه هناك. انا اقصد التعامل مع فريق الكوره مش تعامل كده وخلاص، لا تعامل احترافي. ان انت رئيس نادي بتاعك ما بيأخرش عليك فلوس، كل حاجه متوفره لك، ملعب محترم. يعني احنا ما بنتمرنش في بورسعيد، بنتمرن في استاد الكليه الحربيه، استاد الرئيسي. كل حاجه متوفره في الملعب وفي الاستاد، امكانيات، معسكرات، كل حاجه الصراحه. فهو مش مأخر علينا حاجه الصراحه. فيعني احنا انا واحد من الناس اول ما جيت قعدت مع مستر كامل، لا يعني صعب ان الفرقه دي والتجميع بتاعه اللعيبه دي والامكانيات دي ما نجيبش بطوله للنادي. انت متوقع ايه للمصري في الكونفدراليه؟ يعني طبعا انتوا صعدتوا بصعوبه بالغه، يعني اللي هي بضربات الجزاء الترجيحيه وكده، وفريق محترم طبعا، فريق طبعاً اللي انتوا لعبتوا فيه الهلال الليبي. يعني وانتوا منتظرين في التصنيف الثاني، ممكن تقعوا مع الزمالك على فكره، يعني ممكن كده تصنيف ثاني. متوقع ايه للفريق الكونفدراليه للمصري؟ لان الفرق بصراحه بنتكلم على الزمالك، بنتكلم على نهضة بركان، بنتكلم على اتحاد العاصمة، بنتكلم على المصري. السنة دي كمان الكونفدرالية صعبة غير السنة اللي فاتت. يعني السنة دي في فرق كبيرة في دور المجموعات. والعافي بعافيته زي ما بيقولوا، اللي مركز واللي لعبته مركزة هو اللي هيكمل. الكونفدرالية مش سهلة، يعني السنة دي زي ما قلت لحضرتك المجموعات مش سهلة تماما. انتوا على فكرة كمان اتضم لكم لعيبة كويسة. ايوه جالنا عندكم واحد من بنين اعتقد، واحد بنيني، واحد سنغالي، فرود، بادجي، في كذا لعيب كويس انضموا لنا. ان شاء الله يعني يتاقلموا بسرعه مع الفريق ويفيدونا يعني، ونستفاد منهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. وانا زي ما قلت لحضرتك الكونفدراليه صعبه، فاحنا نتمنى ان احنا نوصل لابعد مكانه فيها يعني ان شاء الله. ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي قرعه الكونفدرالية هتبقى الساعة 1 الظهر في مصر يعني، والساعة 2 هتكون قرعة دوري أبطال أفريقيا يوم الاثنين اللي جاي 7 أكتوبر بإذن الله. القرعة هنشوف مين هيقع مع مين. طبعا عندنا الحمد لله الأربع فرق المصرية صعدوا للدوري المجموعات، سواء دوري الأبطال الأهلي وبيراميدز أو الكونفدرالية الزمالك والمصري. هنطلع الفاصل الأخير ومرجع هسأل بقى الشامي، اتفرجت على ماتش السوبر وتعليقك على هذا اللقاء، هل كنت بتشجع فريق على حساب فريق؟ بعد الفاصل مع محمد الشامي ومباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك. بناء بقى على طلب الجماهير، تعالوا نشوف احنا جبنا هدف الشامي واللي احنا بنرشحه كبرنامج كافضل هدف، ويليه اهداف تانية كمان غير هدف طبعا امام عاشور. تعالوا نشوف الهدف. هدف ادي مصطفى شلبي، ادي كوره بياخدها بيديها بالكعب لاوباما، بياخدها بيلم الحارس وبيلعبها بكعبه في حارس مرمى. هدف، ايه رايك في الهدف ده شامي؟ جميل، في شغل كتير قوي كمان، يعني في في ثرو باص وتحرك وكعب في مرمى. مصطفى شلبي لشيكابالا، شيكابالا لاوباما، اوباما ترئيس المرمى. ادي مصطفى شلبي بيلمها لقدام في مساحه، بيديها لشيكابالا، بياخدها على الجنب، بيديها للي جاي، بياخدها بيرقص الحارس ويلعبها بكعبه. هدف جميل بصراحه جدا. تعال نشوف كمان هدف عمر كمال. لو احنا بنتكلم على الشوط بقى، يعني الشوط احنا جبنا الشوطه بتاعت امام عاشور دي، واخدها ولامم ومحطوطه يعني مثلا، دي برضو هدف جميل جدا. يعني في برضو يعني في ممكن يكون قرار، ممكن يكون احلى من هدف امام برضو. لا في قرار يا كابتن، الجول ده كمان كابتن، جول امام جول عالمي. والجول ده في قرار، يعني امام عمر داخل وعادل واخد قرار ان هو يشوط. صحيح، بصوا من حته بعيده برضو،
بصوا راح فين؟ ده وراح في حته صعبه قوي. حته صعبه قوي. صعبه جدا. يعني برضو من الاهداف الجميله لو احنا بنتكلم على الشوط من بره ال 18 صعب. لا لا جون جميل صراحه يعني. وكمان عمر مميز ولا يرد يعني. وده هدفك طبعا اللي انا اللي احنا بنرشحه انه يكون احلى هدف في اللي راح في حته غريبه وعجيبه وبكوبري كمان وترقيص وتحرك بدون كوره. ادي الترقيص التحرك الكعب الشوطه وان تاتش بالوش رجل الخارجي بتروح في الزاويه البعيده. لا هدف جميل جدا الصراحه. طيب ارجع لك تاني واروح لك ل اتفرجت على ماتش السوبر؟ اه طبعا. اتفرجت فين في الماتش السوبر؟ اتفرجت في البيت مع اصحابي الصراحه يعني. صحابك كان في منهم اهلاويه وزملكاويه؟ اه كان في اتنين اهلاويه وانا واتنين زملكاويه. لا والله. اه شفت الماتش ده ازاي؟ كابتن بالذات ماتش الاهلي والزمالك دول قطبين الكره في مصر. محدش يقدر خالص يقول الاهلي هيكسب الزمالك ولا الزمالك هيكسب الاهلي. ده ماتش بلا توقعات يعني. انا بشوف الماتش ده كده حتى وانا في الزمالك. قبل الماتش في ناس بدون يعني شخصانة المواضيع في ناس قال لك الزمالك ما يسافرش، الزمالك كده كده هيتغلب 3 هيتغلب 4، الزمالك مش هيجيب كره في العارضه. انت كنت بتشوف دي فيها نوع من الترند يعني ولا فيها نوع من منطقيه يعني ان الزمالك قبل الماتش كان وحش؟ في ما فيش منطقيه في الكلام، في كلام ان انا اروح اقول على ماتش كوره. اصلا هو الماتش عامه انت نازل ماتش كوره، انت 11 لعيب وهو 11 لعيب، فرق الامكانيات ده على جنب وفرق الفروق الفرديه برده على جنب لوحدها. لكن انا لما اجي اتكلم على اهلي وزمالك انا بشوف النقطه دي بالنسبه لي اهلي وزمالك محدش يقدر يتوقع الماتش مين يكسب لحد ما الحكم يصفر كده. انت ما تتوقعش مين نجم اللقاء؟ مين شايفه كان نجم اللقاء في الماتش ده؟ من متابعتي للماتش قبل ما يطلع ناصر ماهر. ناصر ماهر، ناصر ماهر تحركات. ها ناصر ماهر لو ما طلعش كان ياخد احسن لاعب في المباراه فعلا. مين من خلال بقى نسمع كلام احسن لعيب امام عاشور، احسن لعيب زيزو، احسن لعيب عبد الله السعيد، احسن لعيب كل اللعيبه دي لعيبه كويسه يا كابتن. بس ممكن في الماتش ما كانوش احسن حاجه. لا انا بكلمك انت بقى وانت بتتفرج وبتلعب قدام اللعيبه السنه اللي فاتت، من وجهه نظرك وفي الملعب مين شايفه احسن لاعب كابتن؟ ما هي ليها تتبعات. انا بقول لك ثبات مستوى على ما دي اللي انا بتكلم فيه اللي هو فيها ليها اللي اكتر واحد مؤثر على في فريقه. انا شايف زيزو في حته تانية فعلا. زيزو يا كابتن رغم ان الزمالك كان وحش السنه هو فعلا هو عامل فرق مع الفرقه. عامل فرق في نتائج، في مساهمات، اهداف، عامل فرق كبير. هو المؤثر في الفرقه. طبعا حاليا كثبات مستوى. حاليا هو مش العقليه بتفرق شامي يعني. انت كنت لسه بنتكلم في الكواليس عن عبد الله السعيد. نفس النقطه دي يا كابتن، هي انت هتلعب قد ايه؟ هتلعب قد ايه؟ مش تلعب كتير. فهي ان انت تحافظ على مستواك الفتره اللي انت تلعب فيها يخليك في حته ثانيه. حتى احنا بنتكلم مع عبد الله السعيد. طيب اخيرا حسام حسن بيقول لك ايه؟ هتلعب ولا مش هتلعب؟ بيقول لي انت طول ما انت كويس في ناديك وفي فرقتك الفرصه هتاخدها. هتجيلك الفرصه، وانا مستني الفرصه اللي مستني انا الفرصة اثبت نفسي فيها ان شاء الله. كابتن محمد الشامي نجم نادي المصري البورسعيدي وواحد من لعيبه منتخب مصر، لسه ما اصبحش نجم في منتخب مصر ولكن ان شاء الله تكون نجم من نجوم منتخب مصر في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لوجودك حبيبي يا كابتن. كنت مبسوط ان انا معاك النهارده وتشرفت بلقائك كابتن. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا المحترمين. كان ضيفي النهارده اللاعب المتميز جدا محمد الشامي، لاعب منتخب مصر والنادي المصري البورسعيدي. بشكر طبعا الصديق العزيز طارق هاشم على يعني تقاريره من بورسعيد، وبشكر فريق العمل بالكامل طبعا رئيس تحرير كريم حمدي وفريق العمل بالكامل. بشكر المخرج المتميز ياسر، وكان معكم خالد غندور. بكره حلقه جديده، ومعايا بكره نجم من نجوم الكره المصريه طبعا حسام الحج ومحمد علي وعمرو وابراهيم وكل واسلام وانجي كل فريق العمل يا جماعه، مش عايز انسى حد. وبكره هيكون معايا محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا والبنك الاهلي الحالي. واحد محمد ابراهيم كان من نجوم الكره المصريه، واحد من الموهوبين في الكره المصريه، هيكون ضيفي بكره في استاد المحور. تصبحوا على الف مليون خير.